ايه اهدي شويه يا حاجه وروح اعملي محضر في الاسم عشان فلوسك اللي اتسرقت. اسم ايه يا ابني؟ هي في حاجه في البلد دي بتتسرق وبترجع تاني؟ ايوه يا ابني في حاجه بترجع تاني. شنطتك ايه يا حاجه؟ شنطتي ايوه هي دي الشنطه. ربنا يسترها معاك يا ابني. ايوه يا ابني ايوه هي ايوه. تمام يا ابني تمام. السلام عليكم. ربنا يكرمك يا ابني ويخلف عليك بالحلال. وانت يا حاجه ما تديني بقى حلاوتك. يا عم حلاوتي ايه يا عم؟ الله يعينك يا عم ربنا يسترك. لا يا ابني لازم تاخد حقك. الشنطه دي فيها 30,000 جنيه وانت ليك 10%، يعني تاخد 3,000 جنيه. كريم يا رب. اتفضل يا ابني. طب بص يا ما استني يا عم. انا محتاج 2000 جنيه بس. خد ال 1000 جنيه وربنا يكرمك يا رب. خد يا ماما. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يسترها معاك يا ابني ويخلف عليك بالحلال. يا كريم يا رب. دي علامه يا كريم يا رب. علامه ايه يا جدع انت؟ انت ايه اللي انت هببته ده؟ ينفع تقطع رزق ابن كار زينا كده؟ يا اخي حرام عليك يا اخي. ده حرامي. واحنا ايه دكاتره؟ ما احنا حراميه احنا كمان. ركز مع امي بقى، المحل قرب يقفل، عايزين نشوف هنعمل ايه. وبالحق الفلوس اللي انت خدتها دي بالنص. فلوس ايه بفلوس؟ ما تقول انت والمحل بجاز. ما احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نتمشى؟ ما تركز بقى يا ابني مع امي. انا هركز مع امي. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ الواد ده حرامي وعايز يسرق المحل ده، وده بيبلغ الراجل بسرعه. وقف يا حرامي يا ابن الحرام. خد يا